كل مشاهدي برنامج حديث اليوم في كل مكان. في البداية حابة أقول لكل المشاهدين كل عيد حب وحضراتكم بخير، ويا رب أيامكم كلها تكون مليئة بالحب والسعادة والسلام. حديثنا النهاردة هيكون عن القواعد الأساسية بشأن تسليم المجرمين بين الدول وبعضها، وإزاي بيتم تنفيذ الأحكام داخل وخارج البلاد. تفاصيل كتير هنعرفها وهنناقشها مع ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، اللواء سمير سعد، مدير انتربول القاهره الاسبق ورئيس مجلس اداره مركز الانتربول للاستشارات القانونيه والمحاماه حاليا. اهلا بحضرتك يا فندم، شرفتني. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيبه. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك دور مركز الانتربول في تنفيذ الاحكام داخل وخارج البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الحمد لله انا انشات مركز انتربول الدولي للاستشارات القانونيه والمحاماه بقاله سنتين الحمد لله. احنا بنقوم بادوار كتيره، اهمها واحنا نعتبر من اوائل المراكز القانونيه المتخصصه في مجال قضايا الانتربول في الشرق الاوسط. اهم حاجه عندنا اللي هي المطالبه بحقوق المواطنين اللي بيبقى تم النصب عليهم وصدر احكام ضد أشخاص اللي نصبوا عليهم وهربوا خارج البلاد. احنا بنقوم برفع الدعاوى من البداية لإثبات حقوق المواطنين، ولما بنحصل على أحكام بنبتدي نعمل بحث عن الأشخاص اللي هربوا في الخارج، نعرف الدولة اللي موجودين فيها، وبناخد نتخذ إجراءات ملاحقتهم بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام ومكتب الانتربول المصري. من ضمن الحاجات التانية اللي احنا بنقوم بيها طبعا في المركز، منها اهم حاجة ان احنا بنقدر نقوم بتأسيس الشركات في الاستثمار لرجال الاعمال سواء مصريين او اجانب موجودين في مصر. بنقوم بتسجيل العقارات، معانا محامين متخصصين بيسهلوا الاجراءات. من قضايا الأسرة اللي بيحصل عليها الامهات المصريين، احكام النفقة، احكام الحضانة، كافة أنواع الأحكام المتخصصة المتعلقة بقضايا الأسرة، بنتولى التنفيذ على المحكوم عليهم خارج البلاد، وبنرجع حقوق الأمهات طبقا لمصلحتهم ومصلحة الأطفال. بنتدخل لحل المشاكل الناتجة عن الزواج المختلط. لدينا خبرة في كافة الدعاوى القضائية أمام المحاكم المدنية والجنائية والاقتصادية. يعني الادوار كتيره. اهم حضرتك حاجة المركز بيبقى همزه الوصل بين طبعا دور الانتربول وبين العميل، هو ده اللي انا فهمته. بتحاول بقى تنسق اي قضيه او اي موضوع سواء كانت جنائيه مدنيه اي شيء، حضرتك بتنسق ما بينهم وبتجيب الحل. احنا بنقوم بكل الادوار لغايه ما بنرجع الحقوق لاصحابها، سواء باسترداد المتهم او المحكوم عليه الهارب، او ان بمجرد ما بيتم المطالبه بضبطه وتسليمه لمصر هو بيتواصل مع المجني عليه وبيحاول يحل معاه الموضوع علشان ما يضيعش مستقبله في الدوله اللي هو موجود فيها. في النهايه ان الحل سواء بيتم بطريق ودي في الاول او بيتم بتنفيذ القانون، الحق بيرجع لاصحابه. تمام. حضرتك وانت بتتكلم ذكرت شيء اللي هم في اللي بيطلق عليهم اسم المستريح. تمام. بان الدور الانتربول ايه وبيتعامل معاهم ازاي؟ طبيعي، هو طبعا المصطلح ده ظهر في السنوات الاخيره، بيبقى بعض الاشخاص بيستغلوا ذكائهم، بس بيستغلوه بصفه مخالفه للقانون، وبيحاولوا يقنعوا المواطنين ان هم هيقدروا ياخدوا منهم اموال وبيستثمروها او يشتغلوا بيها في بعض الحاجات التجاريه وبيديهم ارباح شهريه، وطبعا كله بيبقى عايز يحسن مستوى معيشته فبيلجأوا ليهم، بياخدوا منهم اموال في الاول وبيبتدوا يديهم ارباح لمده مثلا كذا شهر، والموضوع بيزيد، واللي مديهم فلوس بيجيب قرايبه واصحابه، لما بيلاقي الربح اللي بيجي شهري بيطمعوهم بمعنى اصح، لغايه ما بيوصلوا ان عدد كبير من المواطنين اداهم فلوس كتيره وتعدي الملايين، وفي الاخر بياخدها وبيهرب بره مصر. المواطن اللي موجود هنا بيبقى ممكن يبقى معاه شيكات او معاه ايصالات امانه او وما الى ذلك. احنا بنقوم بالدور ده ان احنا ممكن بنتولى من البدايه رفع دعاوى الشيكات او ايصالات الامانه، وبمجرد ما بنحصل على الاحكام في المركز عندي بنبتدي ان احنا نلاحق هذا الشخص، بنعرف من تحركاته راح في دوله ايه
وبنقدر نخاطب الانتربول ومكتب النائب العام وبنقدم صور رسمية من الأحكام وبيلاحق في الدولة اللي هو موجود فيها. مجرد ما بيتظبط موضوعنا. بس معانا حنان. ألو. ألو. أيوة اتفضلي يا أستاذة قولي سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. قولي سؤالك يا أستاذة. لو سمحتي، أنا كان واحدة كانت خدت مننا، احنا مجموعة من السيدات في النادي، واحدة جات قالت انا بتاجر في الفلوس وممكن تدوني فلوس وانا اتاجرها واديكوا ارباح، وفعلا خدت مننا مبالغ كبيرة وادتنا شيكات بيها، بس ادتنا اول شهر بس وبعد كده لمت الفلوس وهربت برا البلد. الموضوع ده بقاله قد ايه يا استاذة؟ بقالنا حوالي 6 شهور كده. طب عملت ايه؟ وبعدين رفعت قضية عشان على الشيك، خدت حكم بيه بس مش عارفه انفذه. هل الاستاذ اللي مع حضرتك يقدر يعمل لنا حاجه؟ طب هنجاوب عليكي حالا يا استاذه حنان، شكرا لاتصالك. طبعا هي متصله بمناسبه ده حديث اصلا الموضوع نفس الموضوع عليه. طبعا نقدر نقوم، رقم المركز موجود عند حضرتك على الشاشه، حضرتك ممكن تتواصلي معانا، والحكم اللي مع حضرتك ان شاء الله تجيب لنا صوره رسميه منه او صوره ضوئيه واحنا نجيب صوره رسميه وهنتخذ الاجراءات. لو حضرتك عارفه السيده اللي نصبت عليكم دي موجوده في دوله ايه بتقدم لنا المعلومات، لو مش عارفه احنا هنقدر نعمل بحث وتحري عنها من خلال مصلحه الجوازات، هنعرف موجوده في انهي دوله وهنقوم لحضرتك بكافه الاجراءات لملاحقتها في الدوله اللي هي فيها. الانتربول مجرد ما هنقدم له ان شاء الله الحكم بتاع حضرتك او الاحكام اللي واخدها المواطنين الاخرين، هنعمل لها نشر حمراء من خلال الانتربول، هنلحقها على مستوى 195 دوله الاعضاء في الانتربول، وان شاء الله في خلال فتره وجيزه نقدر تتظبط في الدوله اللي هي موجود فيها ونكمل مع حضرتك اجراءات استردادها لغايه ما نجيبها لك مصر وتبتدوا تاخد حقوقكم منها، او هي ممكن تتفاوض معاكم وهي في الدوله اللي موجوده فيها اثناء اتخاذنا للاجراءات. فحضرتك تقدري تتواصلي معانا كمان وإن شاء الله يعني التواصل اللازم. رقم المركز، مركز الانتربول الخاص باللواء، موجود طبعا الرقم على الشاشه وتقدري تتواصلي مع المركز في اي وقت. نرجع تاني بقى للاجراء ده. الاجراء ده ممكن بياخد قد ايه الناس علشان تجيب موضوع كبير زي ده، زي المستريح اللي هو مشي بره واخد حقوق الناس ده، تقدر في وقت قد ايه تقريبا؟ علشان هو والله في حالات اشتغلنا فيها ويعني ما بتاخدش شهور قليله، يعني من 3 لـ4 شهور بس، ده على ما يتم استرداده. احنا الفكره في ان هو الناس اللي نصب عليهم بداوا في الاجراءات وخدوا احكام ولا لسه، دي نمره واحد. لو لسه ما خدوش احكام ومعاهم الشيكات او ايصالات امانه منه، بنقدر نرفع دعاوي. مجرد ما هناخد الحكم هنبتدي نتخذ الاجراءات استرداده من خلال الانتربول ومكتب التعاون الدولي في النائب العام، لان بيتظبط على ما يروح الملف بالطريق الدبلوماسي، بيصدر قرار بتسليمه، بتسافر بعثه امنيه من مصر، من هنا من انتربول القاهره، بتستلمه من الدوله اللي هو موجود فيها وبترجع بيه، ويعرض على السلطه القضائيه، وفي الحاله دي بيبتدي ان هو يا اما هينفذ الحكم او بيبتدي ان هو يتفاوض مع الناس ويدي لهم فلوسهم. الفكره الوقت بياخد قد ايه؟ من مجرد ما نبتدي، لو هنبتدي والحكم موجود بتاخد من 3 لـ4 شهور، وحسب برضه هو موجود في انهي دوله. لو موجود في دوله في اتفاقيه بيننا وبينها الاجراءات بتمشي سريعا. لو ما فيش اتفاقيه برضه هنلاحقه من خلال النشره الحمراء وهيتظبط، وممكن يتسلم بمبادئ التسليم اللي هي المعامله بالمثل او مجامله دوليه. المهم ان في الاخر ان ما فيش حد يسكت عن حقه. طبعا. ونطالب وايه القواعد بقى؟ يعني السؤال اللي كنت هساله لحضرتك وحضرتك بدات تتكلم فيه، اللي هو القواعد الاساسيه بشان تسليم المجرمين بين الدول وبعضها. تمام. هو طبعا الدول في اتفاقيات دوليه ثنائيه بين الدول وبعضها، وفي اتفاقيات جماعيه زي اتفاقيه جامعه الدول او اتفاقيه الرياض. مصر صدقت على اتفاقيه الرياض فيها مجموعه كبيره من الدول العربيه سنه 2014، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقيه، ومن واحنا دلوقتي موجوده الاتفاقيات بين الدول، هي دي اللي بتحكم علاقه التسليم. اهم حاجه ان الجريمه تبقى مجرمة في نفس الدولة اللي هو موجود فيها، والقوانين أغلبها متشابهة. أهم حاجة أن يكون في بيانات كاملة معروفة عن الشخص اللي مطلوب. مجرد ما بنبدأ ناخد أحكام قضائية ممكن نشتغل بأمر ضبط وإحضار من النيابة من غير حكم،
مجرد ما يصدر امر ضبط واحضار من النيابه لملاحقه هذا الشخص عشان يجي يتقدم للعداله المصريه، عندنا في المركز بنقدر نستلم هذا الامر الضبط والاحضار وبنشتغل عليه. نكشف اهم حاجه، نكشف شهاده التحركات، نعرف غادر لاني دوله. طب نكمل القواعد، بس القواعد الاساسيه طبعا لتسليم المجرمين. بس معانا غاده من المملكه العربيه السعوديه، اتفضلي يا غاده قولي سؤالك. ايوه، السلام عليكم حضراتكم. عليكم السلام، اتفضلي. اهلا بيكي، اتفضلي. حضرتك، انا تعلمت كليه تربيه بس 2002. انا تعرف لما لازم قابلت الناس شهد الزور عليا بالزنا، مش هقدر اقول شكلي ان قرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانا طالعه عشان لما لازم ابدا ما اضحك ولا اكذب. الصوت مش واضح يا غاده، لو سمحتي يا غاده واحده واحده علشان الصوت مش واضح. حاضر. في ناس شاهدين عليا، منهم صاحبات ليا، منهم اقرباء ليا، شهد الزور ان شافوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رؤيه في المنام اني زانيه وقاتله ومجرمه وساحقه ويلجموني وموت الرجل. وانا طاهر عاصم، ما عنديش اي جريمه في حياتي. انا طاهر، لم اذن، لم اضحك، لم اقتل، لم اسكن في السرية ابدا. حضراتكم معايا سامعيني؟ الناس دول اصحابك دول منين؟ كانت صابله معايا في كليه اسمها رندا. ما تقوليش اسماء، ما تقوليش اسماء، بس منين؟ من السعوديه، من المملكه العربيه السعوديه برضو؟ لا 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 خالص، في كفر الشيخ. في كفر الشيخ، كفر الشيخ، في المحافظه اللي منها. هي موجوده شهد في كفر الشيخ. شافت ان النبي محمد كان ان انا زانيه وبتتكلم برجل وعريان، مش مؤدبه، مش محترمه خالص، يعني مجرمه كذابه. اسمها ايه؟ طبعا الرئيس السيسي الحق عنده. انا بستغل يا استاذه غاده، بس الصوت بالراحه شويه اللي هو عشان احنا بيوجه لك سؤال بس بالراحه كده يا غاده عشان يقدر يسمع من حضرتك. بس شويه. طب مش تفضل حضرتك، تفضل حضرتك. موجوده في مصر هنا في كفر الشيخ صح؟ لا، انا بتكلم دلوقتي من السعوديه. هنزل في نهايه الترم الاخير لما عمار احمد ابن حلال لما يخلص في ثالث سنه ان شاء الله، يقعد في الطب ان شاء الله. حضرتك في الجامعة ولا متزوجة ولا ايه؟ انا متزوجة، اتخرجت من كلية تربية سنة 2002. ليا طفل عمار احمد ابن حلال، ابن من ابر الاطفال، من اجمل الاطفال، من عم الاطفال، عنده 17 سنة، طاهر جدا، عنيف جدا، صادق جدا، امين جدا، رفيق جدا. قرة عيني عمار احمد ابن احمد عبد الغني، استاذ معايا، استاذ، هو استاذ كلية تربية لغة عربية وانا استاذة كلية عربية. طيب سؤال حضرتك ايه؟ سؤال حضرتك ايه يا غادة؟ غادة سؤالك انت عايزة تسألي تقولي ايه؟ انا عملت محضر ضد صاحبتي ديت، انا عملت محضر ضد صاحبتي ديت في اسم شرطة كفر الشيخ، بس لغاية دلوقتي المحضر مش حوالي 3 سنين وهم مش عارفين مكانها، ما قبضوش عليه. ماشي؟ محضر بإيه؟ أنا بستغيث برئيس السيسي ورئيس جون بايدن ومحضر. محضر بالتشهير يا غادة؟ محضر بالتشهير يا غادة؟ عملتي محضر بالتشهير وبالزنا اللي هم اتهموكي بيه؟ أيوه، أنا ظاهرة عفيفة لما أذن، أنا ظاهرة عفيفة. تمام. ما عملتش أي جريمة. أيوه، ما أنت عملتي محضر تشهير يا حبيبتي. ما عملوش حاجة، كنت بخش كفر الشيخ ما عملوش حاجة. هي موجودة في مصر المتهمة. طب حاجه ثانيه، في عميد اسمه العميد وائل فديش طنطا. خلاص بصي غدا ما تذكريش اسماء علشان احنا دلوقتي احنا بنسمع منك بس وبنحاول نقول لك انت تعملي، يعني انت عايزه تعرفي انت تعملي ايه ولا محتاجه سؤال ايه؟ اعمل ايه؟ وحاجه ثانيه، بس اغوظ رئيس السيسي العميد وائل فديش طنطا يخليه رئيس المخابرات العامه. معلش طب حضرتك تابعينا وهنحاول نجاوب دلوقتي مع اللواء سمير على سؤالك. هو فين السؤال؟ هي تعمل ايه؟ هي في ايه السؤال؟ في ناس اتهموها بالزنا وعملت محضر وفيهم، وهي لما ترجع تعمل ايه؟ الموضوع كله والمحضر حصل في كفر الشيخ، في مصر، في كفر الشيخ. هي هترجع، هي دلوقتي موجوده في السعوديه وهترجع لكفر الشيخ وفي اخر الترم، وبالتالي هي عايزه تاخد الاجراءات مع زمايلها اللي هم شهروا بيها دي، هي متضايقه منهم وعايزه تاخد اجراءات. طبعا هي لو عامله محضر هيبتدوا في المباحث الاسم اللي هي عامله فيه المحضر، هيستدعوا الناس اللي هي اللي اتهموها وهيعملوا تحقيق، وفيها هيبقى فيه تحريات من المباحث. هي بتقول انا مقدمه من زمان وهيتعرض على وما جابوش اللي اتهموها. يعني هي ممكن تتواصل معانا على رقم المركز وهيبقى هيرد عليها محامي متخصص هيفهم منها الموضوع، وان شاء الله نقدر نساعدها مجرد ما نفهم الموضوع ونتواصل معاها، مفيش مشكله. خلاص تمام. هو شكل الموضوع، لها الموضوع في كفر الشيخ برضو، وشكل الموضوع كبير يعني، فحضرتك تقدري تتواصلي مع المركز لو انت حابه تعرفي التفاصيل اكتر وهم يساعدوكي في ان انت تاخدي حقك ان شاء الله باذن الله.
نرجع تاني للقواعد الأساسية بشأن تسليم المجرمين. تمام، زي ما قلنا حضرتك أهم حاجة في موضوع تسليم المجرمين وجود اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية زي اتفاقية جامعة الدول أو اتفاقية الرياض اللي صدق عليها الرئيس السيسي في 2014. في حالة عدم وجود اتفاقيات بيبقى حسب الشخص المحكوم عليه أو المتهم اللي موجود في دولة في علاقتها إيه بالدولة التانية، بيبقى في حاجة اسمها مجاملة دولية أو معاملة بالمثل، إن أنا ممكن من باب تحسين العلاقات أسلمك الشخص اللي مطلوب دون ويقر هذا المبدأ في وزارة العدل ووزارة الخارجية. في حالة إن أنا لو ليا شخص عندك برضو مطلوب إن أنت ممكن بناء على اللي أنا سلمته لك تسلمني هذا الشخص، دي المجاملة الدولية. والمعاملة بالمثل برضو ده مبدأ آخر في تسليم المجرمين، بس الأساس هو في الإجراءات. في حالة وجود اتفاقيات بتطبق بنود الاتفاقية وبيصدر قرار بالتسليم في بعض الدول من السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية أو من السلطة القضائية ممثلة في وزارة العدل، وبيتسلم هذا المجرم. المجرم المحكوم عليه لو مصري ارتكب جريمة في الخارج واتظبط في مصر لا يسلم طبقا للدستور، لا بنسلمش الرعاية، بيحاكم عن الجرم اللي ارتكبه في الخارج داخل جمهورية مصر العربية طبقا لقانون العقوبات المصري، وبتبلغ الدولة اللي كانت طالبة بالعقوبة بتاعته وبينفذ عقوبته في السجون المصرية. لو جنسية أخرى عربية أو أجنبية وظبط في مصر ومطلوب لدولة بيسلم طبقا للاتفاقية وبيصدر قرار قضائي بالتسليم. هو ده دور المنظمة إن هي بتعمل التنسيق ما بين، لا كل ده دور الانتربول بالتنسيق مع وزارة العدل و انتربول القاهره، انتربول الدولي. الانتربول كمنظمه بتعمل دورها ايه في موضوع تسليم المجرمين؟ أيوة. ان هي بتصدر النشرات الحمراء بناء على طلب الدوله اللي ارتكبت فيها الجريمه وصدر امر ضبط واحضار او حكم، وبالتالي النشره الحمراء بتعتبر زي امر قبض دولي معمم على 195 دوله في جميع المواني والمطارات، بحيث ان هذا الشخص اللي ارتكب الجريمه لو اتحرك من دوله لدوله اخرى يتم ضبطه في المطار واخضار الدولة الطالبة من خلال الانتربول، من خلال منظومة اتصالات الانتربول اللي بتعمل على مدار 24 ساعة. ايه شروط تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر سواء كانت جنائية او مدنية او حتى احوال شخصية؟ تمام، هو اي حكم اجنبي لابد من تسجيله بصيغة تنفيذية في محكمة مصرية. اول حاجة بيتم ايداع صحيفة الدعوة موقعة من محامي في قلم كتاب المحكمة الابتدائية اللي بيقع في دايرتها الشخص المعني بالحكم، وبيطلب في ختام الصحيفة الاعتداد بحجية الحكم الأجنبي المرفق صورة رسمية منه، وبيرفق أصل للحكم الأجنبي المراد تسجيله بالصيغة التنفيذية وبتسدد الرسوم. لما بتتم الإجراءات ديا وبيتم التصديق عليه من المحكمة المصرية يتم تنفيذ هذا الحكم في مصر. برضو عندنا في المركز بنستلم الأحكام الأجنبية الرسمية اللي موجودة وبنقوم بهذا الإجراء وبنتخذ إجراءات التنفيذ. سواء كانت أي قضية سواء تجارية أو مالية أو حتى جميع القضايا، كل القضايا بتتعامل نفس المعاملة. بنشتغل في قضايا التعويضات كمان، لو في تعامل تجاري بين شركتين، شركة في مصر وشركة في الخارج، وخدت الشركة اللي في الخارج حكم تعويض على الشركة المصرية، بنبتدي نصدق على الحكم في مصر وبنحجز على بالمبالغ اللي محكوم عليها بالتعويضات على الممتلكات الخاصة بالشركة اللي موجودة في مصر. طيب معنا تليفون أحمد من المنيا، اتفضل يا أحمد. أيوة فندم. قول سؤالك يا أحمد. لو ليه عند واحد فلوس يا فندم؟ لو ليه عند واحد فلوس معاك؟ أيوة اتفضل. اتفضل. ومشادي الدال ومش واخد عليه شيكات، إيه الموضوع؟ مش واخد عليه شيكات. طب أحمد هنرد عليك حالا، اللي هو سمير هيرد عليك. اخد منه فلوس ومش واخد عليه شيكات. هو لو في يعني بيتعمل محضر بالواقع، ولو في شهود حضروا ان هو وانت بتديله الفلوس بتعمل محضر وبيتعرض الموضوع بالشهود على النيابه، وبتبتدي النيابه هي اللي بتبتدي تفحص الموضوع وبتستدعيه، واذا ثبت هذا الموضوع عليه بيبتدي يصدر قرار بشانه يعني من النيابه. لكن بس الموضوع ده بيبقى صعب يا سياده اللواء، طبعا اكيد اثباته بيبقى هو صعب. طبيعي ان ما حد يدي حد فلوس يقول انا ما اخدتش حاجه، اما بيبقى في اثنين شهود بيشهدوا بهذا الموضوع بيقدر يثبت هذا الموضوع. بس احنا بننصح طبعا ان ما حدش يدي لحد مبالغ ماليه بدون ما بياخد عليه ورق او بيبقى في سبب ان هو بيديها له، يعني علشان يقدر يحافظ على حقه طبقا للقانون. يعني
عايزين حضرتك تعرفنا يعني ايه الانابات القضائيه. حضرتك متدخله في حاجات متخصصه جدا. الانابات القضائيه هي مظهر من مظاهر التعاون الدولي بين الهيئات القضائيه وبعضها، واتعملت اتفاقيه خاصه بالاعلانات القضائيه وسؤال الشهود بالقانون رقم 30 لسنه 54، وصدقت عليها عده دول. هنقولها باختصار، او ان هي بيبقى مثلا لو في تحقيقات جاريه في قضيه موجوده هنا في مصر، وفي احد الشهود او احد المتهمين في القضيه موجود في الخارج، بس لسه ما تمش المتهم ده ما تمش اثبات ادانته، ومطلوب لاستكمال التحقيقات ان هو يتم سؤاله او سؤال الشاهد في هذه القضيه. في الحاله دي بيتم رفع الاوراق لمكتب المحامي العام الاول، بتتعمل مذكره بتفصيلات القضيه، وبيخاطب من خلال وزاره العدل، وزاره العدل في الدوله اللي موجود فيها الشاهد او المتهم، وبيطلب منهم استدعائه وسؤاله امام جهه قضائيه في هذه الدوله، وبتسجل شهادته في الاوراق ويتم التوقيع عليها منه والتصديق عليها من الجهه القضائيه في الدوله اللي موجود فيها، وترسل بالطريق الدبلوماسي لارفاقها بملف القضيه اللي موجوده في مصر لاستكمال نظر القضيه امام المحكمه. ده ملخص. والعكس صحيح، لو الواقعه مرتكبه في الخارج وفي شاهد موجود في مصر ايا كانت جنسيته، جنسيه الدوله وفيها او جنسيه مصري حتى او كده، بيسال امام سلطه قضائيه. دي اللي هي الانابات القضائيه، ويتم الرد بالتحقيقات اصلها بيرسل بالطريق الدبلوماسي. ايوه، حضرتك دلوقتي اديت نموذج لواحد، لشخص محكوم عليه تم استرداده وشخص اخر تم تسليمه لدولة اخرى. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن جزء تاني، وهو منح الجنسية المصرية لابناء سيدة هي مصرية واتجوزت من اجنبي. ايه الشروط او الاجراءات المطلوبة؟ تمام. هو الحمد لله في التعديل الاخير، كان في قبل كده الام المصريه ما بتقدرش تمنح الجنسيه لابنائها المتزوجه من اجنبي، فالحمد لله طبعا من الاهتمام بالمراه والام بصفه عامه من القياده السياسيه، الحمد لله تم التعديل القانون، واصبح ان من حقها تمنح اولادها من الزوج الاجنبي بعد ما يكون هذا الزواج. هو كان القانون موسق. الاولاني كان الزوج بس لو مصري باولاده ياخدوا، انما لكن الام لا، بعد التعديل اصبح الام من حقها ان هي تمنح الجنسيه. التسهيل في الاجراءات ان اصبح في موقع الكتروني خاص بمصلحه الجوازات، تقدر وهي موجوده في مكانها تدخل على المنصه بتاعه مصلحه الجوازات وبتنشئ حساب وتملى البيانات وبتتبع التعليمات وبترفق صور من المستندات، كل ده من خلال الكمبيوتر وهي موجوده في مكانها. المستندات المطلوبه بيبقى صوره البطاقه بتاعتها او جواز السفر ليها، صوره جواز السفر الاب الاجنبي، شهادات ميلاد الابناء لو تحت 16، لو فوق 16 بتقدم بطاقه الرقم القومي الخاصه بيهم، وثيقه عقد الزواج الموثقه من مكتب زواج الاجانب، صور فوتوغرافيه، شهاده ميلاد والد الام المصريه وصورة منها، صحيفة الحالة الجنائية لمن بلغ 16 سنة من الأبناء. كل المستندات دي تاخد الجنسية على طول، يعني على طول بتنظر بعد الأوراق، بعد ما بيتراجع الأوراق ويتأكد من صحتها بيبتدي إصدار قرار بمنح الجنسية للأبناء، وبيعامل طبعا كمصري. كمصري. ومركز الانتربول يعني مثلا بتاع حضرتك ده يعني الخاص بيه، ده بيسهل الاجراءات دي؟ احنا بنقدر نقوم بالتسجيل نيابه عنها بعد ما بتعمل لنا الوكاله، وبنتابع الاوراق مع الجهات المختصه مصلحه الجوازات لحين صدور القرار من السيد وزير الداخليه بمنح الجنسيه. بس كل الامور دي سهله وبتقدر في وقت بسيط جدا ان هي تطلع كل لو توفرت الشروط بتبقى سهله، وبنقدر نجيب نسخ من المستندات وبنقدم لها وبنتابع لها كل الاجراءات. طيب يا فندم، للاسف وقت حضرتنا الوقت البرنامج خلص، الوقت ودايما الوقت بيمر بسرعه مع حضرتك بيخلص، والموضوع كبير وهنكمله ان شاء الله الحلقه الجايه بتفاصيل. عايز اقول نقطه ان هلفت بس النظر في عجاله، ان احنا دلوقتي برضو في حاجات بنقوم بيها في المركز خاصه بينا، بنقدر نعمل اجراءات محو المعلومات المسجله ضد الاشخاص اللي مطلوبين في قضايا والقضايا دي انتهت، بنعلي المعلومات بالبراءة أو الحفظ أو الإيقاف، بنقدر نمحيها من على جهاز الأمن العام،
سواء باجراءات اداريه مع مصلحه الامن العام او بدعوه امام مجلس الدوله والقضاء الاداري. دي هنتكلم فيها بتفاصيل في الحلقه الجايه ان شاء الله. اكيد موضوع كبير ولنا حلقه فيه جايه ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا سياده اللواء. في النهايه بشكر ضيفي اللواء سمير سعد مدير انتربول القاهره الاسبق ورئيس مجلس اداره مركز الانتربول الدولي للاستشارات القانونيه والمحاماه حاليا. استنونا في حلقات جايه من حديث اليوم. الى اللقاء.